musst. السلام عليكم جماعة الخير. السلام عليكم. جيسبر الناس كون راهي صافا. اسمحوا لي شوية فاتيغي. اون فورت غريب. بون الله غالب. السلام عليكم سامية صافا. هاني جينا سامية. هيا. هاي انت هبنتي لنا سامية. ها. شكون عطاني؟ هي سامية هي هبلتنا هبلت حتى ثاني هبلوني هبلوني كامل ماشي هبلوني بارك الله فيكم كيف هبلوكم؟ نو ماشي هبلوني لا ما هبلونيش انايا والله سي تا بليزير مي الله غالب انا صافي انا صافي بليزير ابار الناس اللي عيطوا في التليفون ما نحبش نجاوب سلام عبود والله اوني دو روتور بور وقت عندنا الدنيا الله صافي دو سومان دي جو والله انا بدي يجوا انا الحق الرسول ما نكون شويه عيان لا قريب مازالوا عيان انا نقول لكم مازالوا عيان هو جاي الله غالب ظروف قال استنى نديروا نديروا لايف يا ربي وعليكم السلام زهره رشيد طه ابراهيم موسى الطوجي موسى جوز واحد جوز وما تقولوش السلام على بالي شكون من جوز ومن سليم الصوت تاع كورينا صو يعرفوه ها يعرفوه هذا ما كان جوز ديال عينا نهضروا معاه قد نروح كسي محمد قد نروح كسي والله ما حبش قد نروح عمير واش دونك كوا سا سيرفا نهضروا معاه ما نهضروا معاه ما نقولوا له السلام اسي عمير واش رشيد رشيد الراجل الزين عاود شكون رشيد 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 لا ما عرفتوش جاو لك خطرة ايه 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 شكون رشيد تاعنا وي ايه ما سمعي انا جاو سمعي كي سلمنا على محمد رشيد خويا هذا يقول له علي بابا علي بابا اللي 41 فوق لا كان كان ديجا داك لبسوتو علي بابا مصطفى سلطاني سلطانة واش من سلطانية لا لا واش نشوف انا كان دير نوضر كان دير نوضر انا ماشي دير نوضر لازمك دير نوضر تاعو هي رضا بناني لا انت لا دير نوضر يا راجل كيف تشوف مليح انا اللي ديرك مع الحياة نخليها صامدة سولبول راني روبوزي كلش شنو هو السوجي اخ مبروك السوجي والله ما على بالي شنو كنت قلت ها واش كان قبل بسم الله الرحمن الرحيم الله يستر يخرجوا لك في هاك تشوف لي سكون دي كوشمار لا يخرجوا لك في الاخر الناس تبعث الناس تبعث يخرج لك قط كيما هذا هذا الكيكيز بونكاز بونكاز هذا يخرج غير في الليل نسنى كي الهلال واش دير يا سامي اختي الله غالب والله غير كنت تعبان صدري كان يحرك شي عجب درت الفيك دهنت بيه الدواء ظهرو كلشي اللي يسيرو على الاخر على الاخر سرحتني زي كيف هي يعني بيها على الاخر واش سرح لي كلشي شويه اليوم الفوره نديرو كيما تاع بكر سيرفيات على الراس لي كاليتوس وقلت لك كنت درتها كي قلت لك كاني درتها ديجا وستعاودها مليح يتوحشك الخير سي امين تلفت لنا منين نبدا والله ما حضرت حاجه والله يعني ولونسيت برك قلت على التسعه ورحت نقضي في امور ثانيه رحت نقضي في حوايج اخرين علاش سوجيتو ماش وين يروح البروفيسور وحده هذيك كل روح وحدها رحت تما انا تما رحت نقضي حوايج قلت ما قلتش حوايجي نقضي حوايجي انا اليوم عجبتني الفيديو تاع خويا مالي كارتيزون واش قالوا لك كريم نتفاخر نتبخ نتفخر نتفخر بالرقاد بالرقاد باك تراقد تاع رقاد برك
تربط برك عطاها غدا بكاد ماشي كل يوم اليوم غدوة شي موندر اللي ما نخدموش والله كان واحد المجموعة واحد المجموعة الصوتية على بالك كي تخلط روحك للبغال ودخلت روحك للحمير على بالك من بعد تولي تحمر دونك انا خلطت روحي نهضر على روحي مش نهضر عليك قلت حاشا لا لا مش حاشا هذاك هو الصح بديت نتبع وعليكم السلام عبد القادر دانا عميروش طول مود دونك وليت نهضر على واحد حمال في الايروبور برغومه وي قال لي ندير لك قال لي اختار جرح ندير لك فيديو قال لي عندي تصور تاعك تشطح الله الله ما تحب نشطح لك درك دير دير تصور درك نشطح لك وديها ديها كابتو ديها ديريكت مو فيديو فيديو اخي كيلكم لبهيم لبهيم نبغى نوش قال لي قال لي تخوي تفضل تصور دير بوني ودير بوني وشرغمك بويض بوني جاه في الطريق وشرغمك بويض دير نصبخهم بيولي يالك شزام مش شرغم بويض مي الغالب الناس الناس كيفاه وكي نهضر معاك تقول لي غير وي كي نهضر معاك تقول وي وي صافا مي حابسين يعني كيما لقاو واش يديروا برهوما كون غير نزيد تعاود لي فيديو واحد اخر والله غير عجبتني لا شونسون تاع بلال عجبتني والله غير عاودتها مرتين نسمع فيها يعني غمضت عينك علي مبروك واش غمضت عيني خطر دير في واحد الوجع حاشا دار ريال فوالا غمضت دار ريال والاخر عيب اي اختك تشوف فاتحه فاميلتك الدنيا كلها ما يشوف والله غير عيب والله غير عيب يعني انا باختي تدخل الاخر تاعي تلقاني دار حاشاكم الفيسي وهي اللي تقول دير المونتاج دير هكا دير هكا قال لك ما نشمخ ذاك وحنا وكيات لك البعيد احنا تاع اصول انتم عليا لا راه سي بارابيل خي قلت لك بطلت ما زدتش هادو من اليوم يا جماعه الخير نريد وهابط لوعد كي يهضر مع الناس اللي تفكر بروسها ما تفكرش بالصباط كل ما انا هذوم يفكروا بالصباط الله غالب اذن الله ما على بالي واش راح يقول لكم كريم واش عاد يقول والله يعني والله غير كنت كنت راح نرقد انا يعني عندي في راسي حوايج بزاف مش قول عمي مبروك يا اخي قلت لك من قبل قلت لك ديجا قلت اول مره راح نتيري على واحد السيد لي دونطوني تي ليوتنون تو لي دو حسين مسعود كيف كنا ليوتنون مو شوي باسي كابيتان من قبل هو اللي باسي اون روتار وكان تزعك من حسين مسعود خاطر مام الكابيتان حنبلي كي تي لو شيف دو 18 باب لو 18 باتايون دي باراشوتيست حسين مسعود قال لي ما فهمتش انا القياده هذه قال لي انا نستنى يبعثوا لي ضباط يسيروا الرجال وهم بعثوا لي امام يظل داير لي الحلقات ويظل داير لي الاخر الحصول من بعد خرج منه ما خرج شوشان ابو محمد دوك ولا بطل ما يقولوش احمد ولا ابو محمد هذا لي زانتيغريست ار فاتاليست دونك دوك نولي دقيقه برك جوري بوجي لانا برك تو سويت لانا للدار ونعاود نولي ونفتحوا هذه تاع نهايه الوصايه الفرنسيه على الجزائر نعم واللي شجع فيه لباز اللي نستنى ان تولي كا دون 3 جور نتلاقاو ان شاء الله لا كنا ملحيين ان شاء الله نتلاقاو تي نابان تيريا ما بروشي نقولها لك من درك خاطر على بالي بكم وكون راكم تسمعوا انت راك تسمع ويوصلوها لك جو سيري اوسي متيار دون 3 جور انا نروح نترحم على شهيد الجزائر كيما رينا بورا بيكتوا راك تلقاني ثم ان شاء الله في الجبانه يعني ما تشوفنيش صوت وصوره تشوفني ريال مونت اللي قلت لي ندير وجايب لي بودي غارد لي بيدو ولا لي بودي لي بيدو غارد لي بيدو لي بيدو غارد دونك تلقاني ثم ان شاء الله من 10 تاع الصباح
راني زب ما تقوليش اللي جيت على 8 هنا انا حتى يطلع النهار بعقلي شبرمون كافي نضرب فيها قار ولا زوج ملاح ونروح الجبانه واللي عينو يتلاقاني في الجبانه يجي يلقاني ثم موجود كاش جامي انا نخرج الطير نورمال اليوم والله النهار كامل بورتو مريض والله غير ما صحت مالي رحت شريت الدنيا كل من الحانز حسان خويا السلام عليكم حسان الراجل الزين مرحبا بك خويا جيسبر كلا مامون با بيان ماتنون اي باسكو عندها لوبيراسيون باه تزيد ديرها وعلى بالي بها راه مقلق ان شاء الله بالشفاء جو كومبرون سي شوز لا يعني نفهمهم مليح ادعوا لها بالشفاء قايا ان شاء الله ادعوا لها بالشفاء ان شاء الله عندها ان كالكول كي سيتوي في ان اوندروا يعني مع لورا سيرمو افيك لورا راه اختي ثاني عندها بلاصه قالوا لها اون بو با توبيري هذه هنا في الجزائر ديت ابارت اختي الكبيره عليا قالوا لها امبوسيبل لو كايو استلاروه في واحد البلاصه يعني اللي صعيبه ان شاء الله ما يكون غير الخير خويا حسن دونك هو ثاني لا ميم شوز وكان شكر وثاني عمته ثاني مريضه اون ميم طون فوالا بوركوا امور اللي تخلينا اون سابسون باسكو سي نورمال il faut qu'on s'occupe un petit peu de nos familles, c'est tout à fait logique. Hassan, Inch'Allah, Rabbi, et Kadrek. De la scanner, de la collège normalement. Je pense que c'est pour demain, je pense à l'Hassan de la Khour, je crois que c'est pour demain, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi, Jib la Shfa. Inch'Allah, Zid Ta'isha, comme Gad Omrak, Inch'Allah. Gad Omrak, Inch'Allah, Zid Ta'isha. Amen, Ya Allah. استناو كاين واحد يقولوا له زين ومكي هذا الطفل هذا اللي ما حبش يعتبره نقولوا له بالله من شعر كيف قصته هذا زين ومكي هذا لايت في التليفون ما يجاوبش ديما مشغول اوكي ديما مشغول هذا ولد اختي هاي دوك بنزيد نقول لك من جديد تحسبني كشغل راح ندبزو ايه هذا كاين الحق فين نعطيه لافيسي خاطر كي كان صغير نعطيه لافيسي كاين ذهبتو هذا شكون؟ مقروطة هذا سرق البلاصة هذا لازم يبدل الاسم نتاعو والله هذا سرق الحاج هذا سرق الحاج هذا لازم يبدل اسمو سينو ما نتفاهموش سينو نطلقوا له كاش سردك والله سردك ينطلقوا له كاش سردوك ولا زوج ولا جماعة الخير دقيقة برك جبوج من عرض نرجع لهم يا جماعة إن ميني تبارك رأي بالعربية راح نشرب شوية سير ربي نجحش ما يبسش فعلا زيكيو جيبان عاد جيبان عاد لا جيبان عاد بس جيتش سكر ولا سكر بزيكيو سلام عليكم خاوتي سمحونا بولو رطار بون لرطار اللي جو انا كانوا عندي شغالات عمي مبروك كان مريض مون سبور لي توجور وولي فير لا سومان دانيير مي الله غالب طارق خويا السلام عليكم والله جو لونس ا تو نو كومباتريوت الدعاء في السجود اللي مات خونا حسن ندعو له ان شاء الله بالشفاء وكاع الشفاء المؤمنين ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير خير خويا حسن وكومباتريوت ما الدولار هذي اليوم عيط لعمي مبروك 19:05 قال لي وقيلا نديرو لايف وخلاص قال لي ما كاش مشكل واش نسمي روحي بو علام تيتيش ايه بو علام تيتيش خير من قروطة صدق البلابس مالك خويا السلام عليكم طول المون السلام عليكم بون سيت ان سوجي اوبر خويا بو علام ناس لا بلجيك السلام عليكم سي سوجي اوبر خلينا سوجي باسكو غدوة ان شاء الله بالك يكون نوتر لايف غدوة بيتيت اون فار ان سوجي هكداك غدوة ان شاء الله نورمالمون يكون ان سوجي بريسي هكدا الواحد يعرف واش شير مي ابارمون اون ابري ديسيزيون دو نو بلو بارلي على الحثالات هذوك لي سون سيتي لور نو تعرفوهم واحد واحد باسكو سي ديزين ارغومان ناس ما تحشمش ما تقادرش وناس موش متربيين وناس ما يحبوش الجزائر باسكو الناس اللي يحبوا الجزائر جوبونس راهم هنا ما راهم الناس اللي هم الناس اللي يحبوا الجزائر يدافعوا عليها لو كان بالدعاء لو كان ما ينجم يدير والو يدعي لها
يا قبيلي الله يعيشك مبروك راه واللايف سي لو لا باج سي لو كونت تاعو اما جي اون لا ما بعدا اسمحوا لنا برك تكليح من الجزائر يحبها بسكوت ويهضر لازم وخاوتنا اللي من هي لازم يتلاحموا نداء من عند اوس كريم يا خوتي اللي راكم لا دياسبورا اللي راهي اون اوروب كامل سيو نديروا اليد في اليد على بالي كل واحد بشغاله بعائلته بخدمته بمرضه عنده هادو tout le monde vit cette situation كاين دي سيليباتير كاين دي ماري avec des enfants كاين دي ماري avec des malades à la maison mais ne serait-ce que il y a le كان يجتمعوا خمسة من الناس pour sortir sur un sujet chaque mois في الشهر هكذا باش تكون يكون الوحدة و تكون يد في اليد ونشوفوا لي يكون وحدي يكون محتاج حاجة نعاونوه ما حنا منا نجمو نعاونوه هذا واش نجمو نقول أو لا عمكم مبروك يا ربي يا كريم يا عظيم المهم جيت وجي كم سي ان سوجي اوفر اجوردي وان شاء الله نو مادام جبدت على شخص راح نكمل معاه تقدير ما نمدش كلش لكن راح نجبد على شخص اللي كنت تكلمت عليه ان الناس هذو اللي يبداو يعني ساعات يفكروا باللي لو سيلونس من عند ليطا الجيريان جو بار با دو سيستيم لازم الناس تتعلم تفرق بين السيستيم يعني كنظام والدوله الجزائريه ليطا الجيريان إذا كان في سكوت صدر بادير باللي الناس خافت من هذا الأشخاص ولا أنا نشوف الناس حلان الفم البعيد وكاين اللي يمشيوا بالإعاز بتفهموا من خطر السياسة هذه وكل مكر وخداع هذا راح له نبلوكيه ديركتور هذا هشام ألكا دوك عيط قبلك راح ندي اونتي كذا جوفي لو بلوك قلت له ما تعيطش بوالا السلام عليكم بوالا اذا وعليكم السلام جماعه الزينه اللي تلحقوا بتوبنا الناس هادو تكلمت عليهم ومريت عليهم يعني هكذا رؤوس اقلام ما حبيناش الواحد يفقع كلش اي كوم هذوك فمك شفت من هذاك زي كيف هذاك تاع شفت عطيتك كان بونبون لا لا ولا لو بونبون راهي نشف لي في فمي لو زي كيف هو اللي نشف لا زي كيف اذا الناس هادو تكلمت هكذا ومريت رؤوس اقلام الحمد لله سلمك يا رحمة الله ما نحكي معهم والله غير والله سامحونا برك والله غير تروح ديركت ال أو راح يرمي واحد في المزبلة لا هذا كثر هذا على بالك يعيط لي الصباح الصبح العشية بوك أنا في لايف يعيط لي مش عارف حوسي صاحبني ولا سامحونا برك وراح لا وكاين واحد الجماعة بالومبا خلينا منه واش كتب لي معك هشام من ميلا سامحني أنا ثاني معاك مبروك من العلمة عطيني الوضع لك صحيح اسمح لي تطر مع العلمة ولا لا ألكا ألكا هشام ألكا ولا شو نبقى من ألكا أنا بوعلم خويا السلام عليكم أش بي 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 نسويتي من بون غيريزون عطيك الصحة مدام ولا مسيو هاوي والله ما فهمت الو لو سيجي قلنا مع ما كان والو قبضتوها قبضت عليه ها تقبض المياه وحدة ميلا مالك سامحني انا هاوش السربي هاوش السربي هبط البوط هذا كونفيرمي مالك الله
دوك نخلي اللابتوب وفير. اوكي السلام عليكم سيدي مال فيسبوك قالك سمح لنا على هذا الانزعاج. من هو طلب الاسم؟ شوف سيدي بارطورك هذا الشيخ بارطورك وقال لي نسمح لنا على الانزعاج نتاعك من طرف هذا الشخص. هذا طلب سماحه؟ لا لا الله ما عندنا رسول الله حتى فيسبوك طلب سماحه. والله سيدي غير جبال ما يطلبوا السماحه. اذا تكلمت واحد النهار على دوك نسميهم بالاسامي العربي هذا زيتوب qui se fait passer, qui se fait, qui se faisait passer et qui se fait toujours passer, يعني الكذب الناس يعني دجالين. Il se fait passer pour agent de l'ambassadeur aussi. أنا مازال ما شفت في الجزائر واحد أجوان دان لامباسادور في عمره 26 سنة في ذلك الوقت. بليطو ميم با 25 سنة. ميم سي ميم با. نقولوا حنا ميم جوسكا 30 عام. هذا ما قال فيس كونسول، ميم ديجا بور أريفي على الفيس كونسول لازم نقوم واحد 15 عام ديكزارسيس. بيان سور أدمينستراسيون. نحير أنا واحد راح كاتب سكريبويار باسكو كان كمل السيرفيس ناسيونال نتاعو في 89 خدم كان في بوزريعة في لاكارنيزون تاع بوزريعة خدم عامين لهنا في وزارة الخارجية لأنو هادو اللي خارجين من لهنا على حسب الاحتياجات إلي بي ستادير على حسب لي بريفيزيون قال هادو يحتاجوا 5 الله يبعثوا مينيستر دالتيريور يحتاجوا 7 والله يبعثوا مينيستر دي زافير ايتونجير اكسيتيرا اكسيتيرا هذه كيفاه هذه لو انا كي تخرج ناس ولا كوموكسا ولا كوموكسا فونكسيون واحد يتعين من بدايته في وزاره الخارجيه يبعثوه ديريكتومون فيسكو فيس امباسادور ولا بليتو امباسادور اجوان قال لك تنايب سفير نعم سيدي راهي شي العجب دونك ما كان لا تخليني نروح ندخل في واحد المتاهات ونجبد لك واش صرا في ليبيا والسيد اللي دار لك التقرير من جهازات الامن كولونيل بن ناصر في ذلك الوقت كان كوموندون كان في على تيت دو لونتان دو لا سيكوريتي في تريبولي ثم في او نيفو دو لامباساد او نيفو دو لامباساد Non, c'était pas l'attaché militaire. C'était le chargé de l'antenne. Attaché de militaire, Hadja. C'est-à-dire à la Moustawa, à la Moustawa Doula, qui est un attaché de défense, mais du moins un minute de Wul, les films des attachés militaires, qui est un attaché de défense, il se met où. Ou qui est le télégachet, l'antenne. وكاين اللي دايرينهم فروع قال مثلا اللي يروح مثلا معين في تال فونكسيون اللي كان جبد عليه يعني ما شاء الله تحركات نتاعو في ليبيا من بدايته كيف الانسان هذا طاح مع الموجه نتاع طاح مع الموجه نتاع نتاع اني قاعد نمسح في الغاشي هذا اللي قلقوك الله غالب وجدي أولا الهواري بول عيون ما حبش يحشم ولا هاني شغل سما روحو على الهواري العيون سما روحو هواري العيون نحبو نحبو العيون دوك من بعد نستقلب بيه في الطلب تاعو واش طلب؟ من بعد نخرج له المدفعية من لاكار لاكار عندك لاكار إذا هذا زيتوت لم نطلش بدكم عليه لو شابيتر كامل كيفاه كان تحركات نتاعو مع الايرانيين لماذا كومو كي لايتي ريكروتي بار لا نيبولوز فو بيان كومبروندر لا نيبولوز دو تيروريزم دون لو موند باسكو سي اون فيليير سي اون فيليير اللي مد العروق نتاعها بارتو في العالم الناس يتفهم باللي يعني قال الإرهاب هذا عندنا غير احنا في الجزائر ولا تاع الجزائر مش كيما تاع العراق ولا نو نو جو ريغريت سي اون نيبولوز انترناسيونال
عليها رانا نهضروا كي نقولوا بلي حتى في السياسه والسياسه مكر وخداع اللي احترم بنين بنين الانسان هذا كانوا وعدوه بمناصب هادو الناس اللي زوبورتينيست كيف يحبوا يتسلقوا ويشدوا قال لك انا كان عندي منصب نائب سفير وسمحت فيه على جال الشعب هو كذا ومن نعرف لا محكم صحتلكش تسلك له يوم اللي حكوت الاخبار تاعك اللي انا الجزائر قال له ادخل تعال واحد من صحابك قال لك اودي لا دخلت تردت عليك غير اعطيها وكاين الادله يزيدوا ترجل ونصيه على بالي كيما انت من عرف هو الراجل وانت النص ولا انت النص هو الراجل فهم روحك يعني اقسمها وعدك يعني على كل حال واذا قسمت هذا راجل ونص نلقاكم 75 75 يعني ما عندكمش اكتمال تاع رجوله 100% وهذا اللي راي يهضر معاك نهضر معاك باحقيه من داخل هذا داخل هذا السيستم هذا كيف كان يمشي موش يعني قالوا لي يعني ادرب هذا الشيء حتى الشخص اللي دار له رابور معي انا وياه نتلاقاو نتقهواو مريض درك المخلوق ربي يجيب له الشفاء ان شاء الله الكولونيل بن ناصر والناس اللي راهي تسمع فيا يعرفوا الذكي الصاجي اللي جبتنا الحكايه حتى عليه كيفها وكاين امور كاين واحد الحوايج ما كان لها الواحد يتطرق ليهم ما نبداوش الناس بانت لهم زيطوط غير نهار شافوه بسياره جديده في ليبيا اون فواتور فلامبويانت انسان يلحق عامين من بعد سياره تشعل 405 على ليبوك هذاك وين كانت اون فوغ هذاك وين سمعت اذا ما كان له ثم بدات تبان عليهم بدات تبان ملامح الاخر من بعد هربوا على مالطا ومن بعد داو الانجليز نعشى شريلو ولا خباز ولا هذي با يعيش على كل حال وبا يتناو منو قال استر مصر الله وزادوا بعثوا لي راميفيكاسيون تاعهم مع قطر وهذه تبعوا ثاني هذه رشاد منين جات والحكايه راه كاين شيء كبير الناس يشوف غير عند كرعيها لابد انه الواحد كي يدخل في هذا المجال ويتعمق ويروح بعيد تشوفه يعني هذه لازم الانسان يدخل دون لا استراتيجي جلوبال اي براتيكومون لا جيو استراتيجي واش يحوسوا منا يعني ما هنا في الجزائر جهات اخرى ولماذا دونك الناس هذو اللي كانوا يمشيوا بوجه ومن بعد يدور لك بوجه واكم لاحظتوهم داير لما تعرى الغطاء وبداو يبانوا على حقيقتهم هاكم شفتوا واش فوتت الجزائر الناس اللي عاشت المرحله هذيك الناس اللي كانوا عليها نحيا وعليها نموت من فوق سكنة ومن تحت حانوت شفتوها بعد ما كان لها نحضروا عليها ولا لما كانوا يمدوا لبعضهم ولا لي كيوسك اللي نبتوا سلي طروطوار دي زيسباس بارتو دون توت لي ولايات نبتوا فيهم دي كيوسك لا نعطي له يدير كيوسك لا اخر هذاك بن عمي لا اخر هذاك ولد خالتي خلينا من ما نروحوش ما عنده ما دخلنا في هذه يجي نهار ونهضروا عليها الانسان اللي الحوايج اللي نعرفهم نهضر عليها الحوايج اللي ما نعرفهمش ما نروحش نبدا نجبد من راسي ونحط وقال هذا ويعرف نو جيرو غرات اذا نرجع الوقت ثاني يقول لي شو شر راجل عليك ايه اذا شو شان انا اول مره اللي عرفت هذا الشخص وراه يسمع فيا على كل حال والله يوصلوا له هذو اللباز نتاعه وجمعته اللي قال لك انا اللي يمس هذا شوشان والنقيب هارون النقيب هارون وكذا راك شو المس فيا انا ونعرف واش اذا شوشان عرفتو كونيتي تو لي دو دي ليوتنو دخلنا انا دخلت للدرك الوطني هو دخل للجيش
ما تخدش لي فور سبيسيال كيما يقول باسكو لي فور سبيسيال حتى تكمل تكوين التكوين نتاعك في شرشان بهذاك الوقت يتم الاختيار ولا لو فولونطاريا نتاع ناس باقال شكون اللي حاب يروح لي توبسوب يروحوا يديروا لي سو اول بدايه pour avoir déjà le premier le diplôme du premier degré dans le cadre du parachutiste ويعطيو لك الاخر سي 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 ابري 8 سو 8 يعني نروحوا 8 مرات دونك لي 8 سو ريوسي ريوسي كيما تز السويديه بار اكزومبل الحبيب سي بورتي فولونتير بصح ما نجحش في بسكرا في لو طاب à l'époque c'est nous à l'école des parachutistes au tu veux dire la semaine ta ha c'est plus le pape qui m'a quand tu bekri n'enjach il n'a pas eu son diplôme de parachutiste donc on y bateau reconnaissance d'ailleurs quand le 25e régiment de reconnaissance les kan chadou daoud chadou le capitaine ben ahmed هادو سي دي جون كو جو كوني بن احمد ربي يرحمه اخي طاح في باراج فو باراج هو من صبرا رايح بيرميسيون طاح فيها فو باراج عطاوه الحزن ذبحوه وكذا ربي يرحمه ويوصي عليه دونك في الوقت اللي كان فيها هذا سويديه كان بن احمد على ليبوك لا هو اللي شاد لو ريجيمون او نيفو دو الخضريه لو 25ام ريجيمون دو ريكونيسونس دونك لين ما ينجحش في ليسو واش يديرو يروح ريكونفيرسيون كيما نقولو فير لا ريكونيسونس يبقى يخدم في لي زونيتي دو ريكونيسونس اي نو لي زونيتي تاع لي تروب سبيسيال شوشان كان في 18 باب انا كنت في ليسكادرون دو حسين مسعود maintenant c'est un gir donc actuellement c'est un groupement à l'époque c'était le seul escadron sud algérien il est là pour protéger pratiquement la zone pétrolière non la zone pétrolière d'ailleurs on avait fait des interventions puis Gordonos puis Aïna Menas درنا لا ريشيرش على لو فامو ميغ هذاك اللي راح منا من الجزائر الامور هذه خدمتنا حتى لو جور وين On a intervenu pour les événements du 5 octobre qu'on a démarré le 3 octobre. Ben, la présence de la Madame Kent, qui est le 5 octobre, à qu'on a démarré. D'ailleurs, on a pris les moyens légers. Quand on a des nombreux verts, c'est facile. Mais ce qui est le 18e pape, c'est des camions, des troupes, ou la majorité à l'époque, les unités qui ont été faites au Kotra, c'est les appeler. Il faut le dire honnêtement. les actifs canaux غير في سي لي سوز اوفيسي ولا لي اوفيسي ميم لي سوز اوفيسي كاين فيهم الكثره كونتراكتويل مي لي زابلي سيتي لي زابلي لي سيرفيس ناسيونال يجي نهار نحكيو على 5 اكتوبر هذه قصتها بيسك عشتها مليح جيتي لا بوندون لي زيفمون كامل في لا بلاسيت تاع بيرمونغريس كنت في لا بلاسيت حيدرا تحركت للشوم مانوفر لو فامو فوندردي لا غراند مارش اللي كانوا داروها هذاك الوقت الكرام هنا منهم اللي راهم يسمعوا فيا كنت وقفتهم في الدخله نتاع الشوم مانوفر بار بولفار بالوزداد او نيفو دو لا بلاس دو برومي مي من ثم رجعتهم بلوكيتهم ثم حبسوا لا توب لا 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 بالعقل نورمال والناس تصرفت ومشكل ما كان حتى هذه ولا شيء ولا شيء نشايفوا اخي احنا في النهار لي زالجيري عندنا واحد على الوعد قال يا ودي حافظوا على خوتكم يضربوك بالحجر في النهار في الليل تقعد قصر معاه ولا شيء يقول لك سي سي نعاودوا غدوه لا صايم هيا ولا يجوا عندك هكذا يبداو يشايفوا تلقى هكذا هي زوج جندرميه ومعاهم ان جروب دو جون يحكيو على الدنيا المشاكل كلها واحد يحكيو على البالون يحكيو هذا دي بي جروب الناس اللي كانوا ولا سكي هابيت لا بلاس دو برومي مي اي بو با تيستي ماشي هي ام الكريم دي سافي لا تروازيام كيستيون كو لا بوزي
سي با لو مومون شي هذا واش كاين وين هذا وين وشي شكون هذا عمل كريم وش به من قتل قصدي مربح وبوضيف والمتظاهرين ومن خلفه ومن خطفه ومن قتل ليبريان انت لازم نجيب لك عليها جورنال نهار كامل سي لو تروزيام سكيب تاعك مادام انت راك تو بوز لا كيستيون هذه تاع القتل وعلى بالي وراك تنوي وراك تشوف ولا راك غاطي حساباتك انا فهمت والله وراك تخمم غير راك غاطي حساباتك ولو كانت حاجه قد هكذا والله ما كانوا يطلبوا لطالجيريا يعني على بالي وراه واش راك قاصد والتفكير نتاعك لكن هما ديسكوترا ان شاء الله على سي با لو سوجي سوجي راني نهضر لك بور لو مومون على جبت هضرت هكذا خفافي على الزيطوط قبل ما ثاني الخطره الجايه نكشفوا بالتدقيق هاد ساعه نهضر على شوشان شوشان كاين مواطن جزائري اللي كتب له ان بتي سكريبت رجع له يسي ويسي ويا كي سموك ويا كي سموه ويا كي سموك وكذا واحد اللغه ونعرفه انا يا كي تهضر له حاجه ماشي في صالحه ويجاوبك وحاجه كي تكون معاه وتشكره الراجل يتقطع باسكو الاغلبيه تاع الاقوال اللي كان يقول زيد انا الثاني مره وين تلاقيته يا سي شوشان الوحده اللي خلفت الوحده اللي دخلت الاولى كاين وحده من مجموعه الشراكه لو جير ان والتبليسه فيها لي بوكا وكمل كولونيل اللي على الرتره ربي يذكره بخير الدرقاوي كي دو سيك صديق كان كابيتان كي تبليسه في رجلو بيمبال شكون تير عليه في الحبس تاع البرواقيه انت بيسك درت عليها واحد النهار وتحكي وتقصص وتجبد في حكايات وكتبت الموت اللي بعثوها الحبس البرواقيه وهذه سماها الكاتبه رقم 191 يعني 1 جانفي لا 192 1 جانفي و 92 زعما لاني 92 تاع توقيف المسار تي تطلب انت كذب لانه الوحدات على بالك عندهم ترقيم كيما انت خدمت في 18 باب في حسين سعود وقت كنت في حسين سعود مع الكابيتان الحنبلي واني جاي كيف حتى نفضك وتك عليك برابور قبل ما يبداو لي زيفانمون افون قبل ما يبداو لي زيفانمون 87 اي قال لك قال لي انا نستنى يجوني ضباط يكونوا لي العسكر وانا بعثي لي امام اذا الحاكم هم هذيك حرام والجهاد في هذه وهذيك حلال يحلل اذا الوحدات هذو بالترقيم لو ان سي لا بروميير ريجون ميليتار لو نو لو جير 28 تاع ولاية المدية اليوم نبوك فيها دو جير واحد في قصر البخاري واحد في بني سليمان على ليبوك لي دو كونتونمون هادو كانوا تحت الإمارة نتاعي وهم يسمعوا فيها ما هنا حتى كثير من الناس ولا الجدارمية ولا اللي كانوا معايا يعرفوا سيتي ان جير اللي الترقيم الان مثلا 192 194 لا 514 تاع كونستانتين دونك هذه التسميه لهذه وما تغلطوش الناس تاع
تكذبوا على الناس وتقولوا لهم الوحدة يسميوها 192 كتيبة الموت، الآخر اللي دارها النظام وكذا، وتكذبوا على الغاشمة. لا لا ما نختصرش يا سي محمد، ما عجبتكش اخرج من الحساب. ذاكورة حمزة مدار، ما عينكش تسمعني، روح تروح، روح خويا، سهلة كليكي تكيت اللايف، سهلة مهلة، ما كاش واحد حتم عليك ولا. احنا نهضروا على امور اللي مادام تقول لي اختصر، معناتها انا ما نتهضرش على هذو، لا لا نهضروا على الاكاذيب نتاع هاد الناس. دونك ما كان حتى واحد لا لا ها ما كانش الاختصار المفيد هذا هو. وانت كنت تقراها كيما هكذا، قالوا لك الان جونبي 92 لاني. دونك حنا نفهموا في الناس باللي هذه هي خاطر هذوك الوحدات انا كنت نقودهم. وباهني جاي للبيت القصيد نتاع الاخر، ان سيجور يا اون ايموت. وين في الحبس لا سونترال تاع البرواقيه. من بعد ما دخلت نتاع الشراقه وكتب لي صار كابيتان درقاوي، خاطر لما كانوا في لو بابيون تاع لي ديتوني سبيسيو، تعرف لي ديتوني سبيسيو بالك تامنهم على ذيك، راك تقول لي اختصر اللي هما الجماعه هذو اللي كانوا اللي تحكموا في الجبل، اللي جابوا الاخر اللي دا الجماعه اللي دخلوا الحبس لي ديتوني سبيسيو اللي مايلين ديريكتومون على بالك لواحد الحزب المنحل، خاطر لازم نحكيو على التاريخ هذا. دونك كاين وحده من الوحدات تاعي اللي دخلت كي روبلاسي سان دو شراكا. وعلاش ما دخلتش الوحده تاعي انا بيسك هي في ولايه المديه؟ لانه ثلاث ايام قبل الوحدات هذو اللي كنت نقودهم كنا في مهمه جيت صغوان، جيت صغوان وين يابي لو روتونشمون في واحد لي كاف، في واحد لي كافر نتاع داير يسميوها شعبة العار، شعبة العار الجماعة كي سون دو برواقي يقصى البخاري وهاذيك هم يعرفوها وين جات شعبة العار. شعبة العار جات تقريبا بين عين بين صغوان ومجبر، مجبر بو نو با دير قصى البخاري. كانوا ثلاث ايام وهما يخدموا، كانوا يخدموا ثم. دونك بطلب من سي نورمال قايد المجموعه، خاطر على بالك الوحدات هذو باغي يدخلوا لازم باوامر حتى لارجي سورتو ان اسكادرون ولا هذاك، باسكو سي يونيتي كونستيتويي تقدر دير بها كوديطا. دونك باه تتحرك لازم تكون على علم الامور. قال il faut remplacer l'unité telle unité. امال كريمي والله ما عندنا التاريخ الصحيح. خلاص يا سيدي انت ما عندكش تاريخ صحيح، ما فهمتش انا انا نقول حوايج عشتهم واحد يقول لك والله ما عندنا التاريخ الصحيح. ندخل شويه نقول لك حاجه يا امال كريمي، تبع احنا والله ما الناس اللي مبلوكي. ايوا شوف كيما قالوا الاخر رانا اوني دي زالجيريان، هذاك المكان اوني دي زالجيريان، نعرفوا بعضنا on n'arrivera jamais à nous entendre. هذه sois sûr on n'arrivera jamais à nous entendre. الوقت اللي قدروا يتفاهموا فيه الجزائريين ولو كان ثاني مش كلها لا ماجوريتي، مي الاخرين كل قاعدوا تابعين الامانه تاع ميصالي الحاج، هذاك التعنت وكذا مع التعنت والناس اللي تبقى لاصقه في جهه معينه كانوا في الامانه هكذاك. ثاني درك الانسان اللي مازال لاصق في الفيس ومازال الاخر الزق في الفيه في الفيكس مش الفيس برك الفيكس ونحاول في الفيكس لا يروح يحرث بها هذا. انا نضلك صراحه الواحد ما يحبش يحرك الاوجاع، لكن انا جي مو موادير جو ني جامي دي لو كونتاكت دو سكو جو بونس. قالك انا نحب بلادي، حبها وحدك حبها سيدي، انا ما نحبهاش، انا نكرهها بلادي، انا حبها وحدك حبها. نهار كنا في نهار كان حاسيس وزوج فرنك
ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils étaient. On bat des jeux, سامحني انا جيت لسفيان بسلامة دونك تخليونا نحكيو مع الناس ولا راكم تضيعونا في الوقت اكسبري باش ما نكسبيكيوش واش كاين يعني بالهضروا على حقائق ما نقراوش خلاص لا لا ها نبدا نبعد في حاشاك المزبل التاريخ خاطر اللي تبلوك انا ويبقى مبلوكي ما يزيدش يدخل انا غير مبلوكي انت كمل ما لا تبع لي الله يا يرحم باباك هكذا باش ما نلقاوش خاطر هنا ويجيك من هبه ودب على بالي يجيوك يجيك من ليكستريميست حتى للانسان اللين وماكسيموم وكي نقول ليكستريميست جو ميكسبليك اكستريميست دو تو بور كاين لي اكستريميست تريباليست كاين اكستريميست اسلاميست كاين اكستريميست لايك كاين لي اكستريميست اتي وكل واحد كيفاه دونك هاد لي اكستريميست هما اللي يخلقوا البلبلة في البلاد وديما نقولها تاع بغنا ولا عود الناس والحديث قياس إذن تلاقيتو لما دخلت الوحدة أنا كنت لحقت من بعد ما تمت السيطرة على لي بلوك هادو نتاع خاطر كانت صارت تاني عامين قبل نفس الحكاية في الآخر كان دارها واحد يقولوا له نوح هذا اللي دار لاطاك كونت لا ميروتي دالجي parmi les premières attaques avec la complicité de deux militaires, deux cousins, deux sergents-chefs de la marine. اللي حلوا لهم البيبان بعد دخلوا الداخل وقتلوا الجنود والدنيا وصرا ما صرا قضية لاميروتي وهذو تحكموا ils ont été condamnés à mort et c'était les derniers exécutés في البروادية في واحد البلاصة اسمها الفرنان سي لابان اللي هكا خير انفضل عليا كريمي هذا وجمعته اللي يتعوج عطيه وخلاص خليونا نكملوا مع الناس اللي راهم يسمعوا اللي الانسان اللي ما حبش يسمع يكريكي ويروح ويخليونا تروكيل هذا هو ما انا مالي هذا علاش انا نهضر على لي زيكستريميست ولا لي فاناتيك ولا هذا علاش انا نهضر اذا لما جيت لما ضحكت انا كانت شكون هو 11 غير ربع ولا 11 كنت هبطت من البيسي دو كوموندمون تاعي يعني انا ذاك الوقت اللي تي ستاسوني اقصى البخاري طلعت للبرواقيه باش يعني نطالع نشوف لا سيتياسيون نشوف لونيتي تاعي كي ديطاشي بور لو او بروفيت دو غروبمون باسكو ثما كان ثما الحاضرين الوالي كان البروكور جينيرال سي فنتيس ربي يذكرو بخير عيا كيف يهدنا ومعيا كيف والو ريانا يعني باسكو لما صرات لا به الهربه من السركاج من قلتلك السركاجي سيتي ابري لما صرات الهبا يهربوا من البرواقيه وكانوا عندهم لي شيف دو كورد خادمينهم ديكور بسلوم ديكور سلوم كذا بلي كروشي منا لقينا السيوفة باسكو كانوا دي لي ميتاليك السران تاع تحديد نحيين تاع السران تاعهم ومضيينهم بيان لي مي دايرينهم سيوفة ان تو ليكا يا يو بوكو لي زيكستانكتور داير حرنا واش دخل الماء من داخل لا بودر لي زيكستانكتور بلان دو بودر كانوا انستالين في واحد لي بلوك واش دخلهم بالخيوط لا كومبليسيتي نقولها قد قد تاع لي غارديان وهذه علاش لا كومبليسيتي دي غارديان والخوف نتاعهم وعد النهار يجي هذا السيح عطيه الخن ولد عبد الله الحركي جماعه قصر البخاري ما يسمعوا فيا اللي يسكنوا في الفيو قصر بابات السيح عطيه الخن هذا الى تيرميني اجيدون تاع الحركه وقبل ما يهربوا على عين الدفله وتديهم فرنسا باسكو زون فيكي اون فرنسا هذا السيح عطيه الخن لحق ترمينال اون فرونس
ويكتب مليح اون لونغ فرونسيز باسكو على الوقت اون انترسيبتي برايا كاتبها للدكتور بن قرا لو شيروجيان كي انترفوني عليهم في الجبال بور لي زوبيراسيون لي صعاب خاطر قراويه في قصر البخاري. وبن قرا كان شيروجيان دونتيست في لوبيطال تاع المديه. اذا باباه من اللي دا سبعه نتاع الشهداء منهم بنقارة اكسترا بعد هذا بابات هذا بنقارة دا هذا بويا سيعطي الخل هادو سيسميهم لي زيكزيكوتي دو بون دو لغويا داهم داهم عند لاجيتون فلوري لو شيف دو بريغاد نتاع البروقيه اجيدون فلوري تاع فرنسا. والغدوه باتوا في العذاب مساكن جماعة قصر البخاري اللي يسمعوا فيا واللي يعرفوهم يجاوبونا منهم بن زرقا منهم بن قارة منهم كذا اللي هذو اللي ديبورتي اللي ويت عندي عليهم تو لي ستوري كامل تاعهم. داهم هذا بابا سيعطي الخن بالحركه نتاعو هاد لاجيدون فلوري وراح معاهم لاجيدون فلوري سي تو كي لي زون اكزيكوتي سور لو بون دو لبويعة. لبويعة هذه ان اندروا كي تخرج من البرواقية لونسيان روت كي باس بار مونقورنو ماهيش هذه جديدة اللي تهبط على دورة يسميها دورة زايباك دورة زايباك وتهبط وتهبط فير قصر البخاري لا نوفيل روت لونسيان تروح على الجبل تفوت على القويعة باه تروح على مونقورنو باه تخرج في الانترسيكسيون تاع الفيرما ابري مجبر فيراج لي فيها بن عامر او انا حميد سحنون بارك الله فيك سي حميد او يعرفوا روجي فلور روجي فلوري روجي فلوري او حميد اللي دو برواقيه سي فري فيها بن عامر فيها بن زرقا قلت لك عندي لي ستوري كامل نتاع القضيه هذه وعلى بالي بها بالتدقيق. دونك سيعطي الخن هذا واحد الوقت كان خطف دي غارديان دو لا بريزون دو برواكيه ما من نهار كي طلقهم اي سول لي زانتيروغاتوار ثم او نيفو دو لا بريغاد ما قالوش بلي خطفنا السيعطيه قالوا دي تيرورست خطفونا ومن بعد كي شافوا وعرفونا بلي احنا خاطينا وعساسين غير في الحبس ولاو طلقونا. هو سي عطيه الخن باسكو احنا عندنا تولي رونسينيومون ميم دو لابار نتاع الجماعه كورناريتي اللي كانوا ذكروا حوايج منهم قال يا ودي سي عطيه الخن نهار خطب هذوك المحابيس واش قال لهم؟ قال لهم واياكم تمسوا في الجمعه نتاعنا جمعت عليها نحيا عليها نحيا ايه فيلا وحانوت اتونسيون تمسوهم والشي اللي يطلبوه سينو راني نخطفكم ونذبحكم انتم وولادكم. فوالا كومو كيا لا كومبليسيتي دو لا بريباراسيون نتاع ليفازيون ولا لا تونتاتيف ديفازيون دو لا بريزون دو برواقية. حاسو بون باش من طولوش في الاستاذ اختار فاني نحكي لكم على الشابيتر هذا كيفاش وكي سي باسي كيف واش صرا بالضبط. لانه في محاوله الهروب كانوا ديجا دو غارديان قتلوهم داو لهم السلاح نتاعهم منهم سلاح منهم اللي بليسا الكابيتان درقاو تبليسا في رجل في لا جون لا لا طولة لا طولة قال لي لا طولة لا لا وحرف نفي ولا لا لا حرف نفي ما لا نبريش هذا كملنا ما لا نقولوا حاجة أخرى هي هو قال لي لا طول هو ليش نحكي هو المال الله يبارك فيك كان ماشي لا هو قال لك لا طول قال لك ما نعرف قال لك لا طول ولا ما فهمتهاش أنا الكلمة ما نعرف درقاوي اللي كان في البليده من بعد اي اللي كان في خدم في الاخر ومن بعد كان في الجير تاع الشراقه تاع
كان كوموندا ديسكادرون تما ومن بعد ذاك خرج جون تويك اللي كولونيل وخرج رون دو كولونيل راه في لي دو سيك لا تطول يعني خذ راحتك داكور او اشرح لي مقرون سبق الحاج فوالا حما جاش بوفي اون في لي كومونتير يقول لك بوزالي فوار نو فيزاج قال لك وريو روحكم وريو روحنا ايه ما نبانوش واش فهمتش لا مانيش نبان ما نبان الجماعة راكم تشوفوني ولا ماكم تشوفوني الهم هام الهم مليت من الهم يا خويا يا خويا ما عرفت انا بالك والله اذا بان نرجعوا لايا بورا بريجي ما كان لا نروح نحكيو في الحكايات القديمه باسكو سان انتيراس با سان يوبيبا بان نرجعوا للاخر شوشان داكور زهير داكور انا الوقت اللي لحقت تما وانا اللي كنت لابس الباركا انا وشي قلت كثير هنا لا 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 باه نطفي هذه قلت كثير مسؤولين والله غنقلق وانا باه الكومونتير تكسحها زهير اذا لما لحقت انا اللي كنت لابس الباركا باسكو الايامات اللي كنا نباتوا برا ثلاث ايام ولا اربعه وكان واحد الجليد باسكو ستي المواد نوفمبر البرد يسمى الواحد كان يعني كنت جايب واحد الباركا هكذا لابس الباركا الباركا تاعنا ما فيها لا كراد لا والو وكنت في الضربه هذيك مع الجماعه كي سون سوفيان كنت رجلي تلوات في واحد الروشي داير جيت لا شوفي وكل زرقاء كنت نمشي بواحد العصام تك على واحد العصام مو جينيرال هذاك شوشان هذاك سيتي موا سيتي موا انا اللي كنت واقف مع الديريكتور دو والبروكيرور جينيرال والكوموندا دو جروبمون وكذا انا اللي كنت واقف تما معاه وانا اللي كنت بالعصا بالك حسبتني جينيرال ولا غير انا مو جينيرال بالك عندو اللي يشوفوه بعصا كما كانوا يشوفوا الجنرال بن عباس عزية ربي يرحمه ولا يشوفوا نزار ولا يشوفوا بالعصا يحسبوه جينيرال دي بالعصا كل جينيرال بالعكاز الوغ انا كنت خدام نورمالمون نروح للطبيب سي اون ايتي دي تير روفلون هذاك انا بري ما داروا لي لا بلاك 22 فيس هنا في الفيمور في فخذي الناس كلها تشهد هذاك الوقت في غيليزان كنت نخدم وانا بلي دو بيكي كنت خدام وانا كنت بدو بيكي هكذا نتكركر مع الناس حمزه خويا السلام عليكم اذا واحد يقول لك روح ترقد داو عليا ولا انا ولا غير شبات ترقد هاد الايام ماني مريض بلا غريب يقول لك روح ترقد واش الملك حمزه ورا حمزه جاز فات حمزه ركبت الكارورا تاع حمزه تاع معسكر تاع معسكر لا 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 وجيما لا 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 حمزة تاع خنشلة تضرب اللواش تضرب أنا حسبت حمزة حمزة كان واحد حمزة على بالك عنده خوه يقولوا له بوعلام حمزة تاعنا في زوج تاعنا دخلة تاع معسكر حل ستاسيون ديسونس ستاسيون شبيبة هكذا كاتب فوقها بي ان بي هاي كي توحشت عثمان عريوات رحت شوف عثمان خلينا والله يعني انا عثمان عريوات ما عنديش تقول لي انا كنت طريال هذاك ممثل قدير ماذا بيا نكون كيما هو نعرف الممثل والله انا مقبل قادر اذا حل اتبلوكيش على خليه خليه هاي خليه شي يقول هضر مليح برك هضر انت دوك يقولوا عليك انسبكتور طاهر ولا لابرونتي ولا انا لابرونتي ربي يرحمهم على كل حال لابرونتي اذا حل ستاسيون ديسونس سما كتب فوقها بي ام بي تشعل في الليل جا واحد النهار فايت واحد القاوري عمر ليسونس قال له كيف اخويا كتب هذه بي ام بي هذه واش قال له كاتبها علاه قال له خاطر انا هو مول البنك انا هو الديريكتور جينيرال تاع بي ام بي قال له بدلها يا خويا نعطيك
مصروفة باه تبدل الاسم هذا، نخلص عليك أنا كامل اللي فري يا سيدي وبدل حاجة خير ونحي بي ام بي. قال له الأخر ما يكون غير خاطرك. راح خرج راح ضرب في هذاك دو سومان دو روتور شفيت على البومبا لقاك كاتب فوقها بي ام بي ام ام بي. هاي فهم انت على بالك الاخر عمر لي بخي تفرج بي ام بي ام ام بي. قال له خويا واش قال له خطر قبل نهار قلت لي بي ام بي نحاها قلت لك هذيك راني انا كنت كاتب بوعلام مول البومبا بي ام بي. قال له دركا كي قلت لي نحيها خاطر نتاع بي ام بي عندك بونك يسميوها بي ام بي راني سميتها درك بي بي ام بي ام ام بي ام ام بي. قال له درك راه ولا بوعلى مول البومبا ماشي مول البونكا. ايوا هذا ما كان هكذا كان صار لي انا ماشي ثمان عريوات بصح شويه نقدم. اذا لما جيت كانوا هذاك الوقت يخرجوا في الناس اللي كانوا في البلوك بعد ما هدنت الامور وكذا بداو يخرجوا الناس من البلوك على بالك ينحيوا لهم في حوايجهم باسكو الحبس تاع البراوقيه هذاك الوقت ولا كوري سي با لي توني تاع محابيس ولا يلبسوا كيما يحبوا سورتو البلوك تاع لي ديتيسبيس هذوك لي زاديداس تاع تاع مليون ومليون ونص ولايك وواحد السيرفاتمون كذا يلبسوا واش كيما يحبوا غير اللبسه تاع المحابيس اللي مش لابسينها بداو يعبيو فيهم ويخرج بالسليب هذا اللي الكذاب نتاع شوشان يقول خرجونا كيما ولدتنا مماتنا تكذب احنا ماناش بني عداس اللي نتعراو قدام بعضنا جامي تخرج بكارسون ماناش مرخص واحد حاشاك عريان قدامي وانا نتفرج فيه نحاولوا حوايجهم خرجوهم اللي بشورت بشورت واللي بسليب بسليب بصح تعريا كومبليتمون تكذب تكذب لعنة الله عليك دايور تو اتي توجور ان تراتر تو نا جامي ايتي ان بون سولدا جوسكا سو جور. اذا هذه بايزيد يسمعني اللباس تاعو اللي دافع عليه حنا انا في الحياه قاعدين مقابلينكم لليوم الغدوه والغير غدوه ديما تاني ديما ولا شيء حنا ما ربناش وقت الشده وقت الشده ما درناش على بلادنا وقت الشده بقينا واقفين مع الجيري باش ما ينعتوناش غدوه بالصبع يقولوا لنا بزافيتي دي لاش مالناش من هذا الطينه هذه حنا حتى هدنت كيما انا شخصيا حتى هدنت 2006 حطيت لا دوموند تاعي الناس اللي حلوا في فورمهم كان واحد البعض من شعب شرق المغرب او كان واحد الجدارمي واحد الوقت خرجتو على واحد الحاجه خرجتو 100 بعثتو للتريبيونا ميديتير ضرب عامين ومنين من بريش او سوا ديزون من اخبار البريش عليا الله سوا ديزون دونك لازم يعرف ساكري جندرم ساكري لازم تعرف تبلع ستا جندرم اوكسيليار يعني سبا جندرم اوكسيليار فوميو تسكت خير من اللي نكشف على واش خرجت خلينا من اختار هكذا الواحد يهبط يهبط من المستوى اذا نكملوا على السوجي تاعنا ايه الواحد يهبط صبا يهبط يعني قلت ما نزيدش نهضر عليهم هذوك اللي كان يجري ورا الحمير في الويدان والله لا يا الزطايلي واللي كان يعقبوا في الزطله لفرنسا بار لو بي لاخر مع خوه اللي راه في الحبس اذا في وسط اللي كانوا يخرجوا فيهم من البلوك تعرف واش داروا دار موجي بايمي هذيك العفسه دار من بعد غسلتهم غسيل الكرشه دوك الحراس نتاع الحبس وإذا فيهم واحد راه يسمع فيا يعرف بلي أنا
اللي ما خليت لهمش داروا دولين قدام الخرجة تاع الباب هزين لي موش داكور والإنسان كي يجي خارج يطيحوا لي هكا دا 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 حتى يخرج من هنا الوقت اللي الحك كانوا يخرجوا في الناس حتى قلت لهم قبل ما تصرى هذه وين كنتوا هذاك الوقت كانوا دايرين هما عليكم شكر الحديث كانوا دايرين عليكم شكر تبلوا فمكم وساكتين كل شيء يدخل عندهم حتى بالزطلات يدخل عندهم ودول كانت تروحكم واحدكم زعما قدامنا رجالة تشجعوا دروك زعما اذا منهم هذا شوشان كيتي بابا كان هذاك ديديروجي فرنسي عبد الكريم بارفان تاع اللي كان جايب تي ان تي وكان جايب دو كارابين يو اس والكوردو دي طونون ماشلونت والدنيا جايبه يدير الجهاد اللي تحكم في جوان 91 قبل ما تبدا هذه الحكايه نتاع اللي يقول لك توقيف المسار وعلاش توقف المسار الانتخابي ايضا كي جا خالد من الجماعه شفتو واش يدير هنا حتى الشبه فيه هو انا على بالي بلي في بشار حاكموه واش يدير انا في بريزون سيفيل شفتو قلت لي الديريكتور دو بريزون قلت لك مش شوشان كان لي هو قلت له ولا ما يضربوهمش ما تضربش بسبتي انا ما كانوا طاحين عليهم بالهراوات كي لحقت عندك باه تفوت في الكولوار هذاك تاع طايحين عليكم الحراسه نتاع العساسين تاع الحبس بالمطرق وخرج الدواه مع الاخرين ولا بعدوا عليه وكي جات لاكوميسيون عيطولوا ليه الور هو اللي دار القضيه كامل واللي كان سببها الهربه وهذيك الاخر هو حمداش هذاك تاع دار كيدير تاع الدعوه ولا كفايه باللحيه حميدش حميدش هو الاسم تاعو مش حمداش الاصل تاع الكلمه في البيبي حميدش حميدش دوكا يسمي روحو عبد الفتاح الشيخ عبد الفتاح حمداش هذاك من اللي كان لي برومي اللي لحقوا للرومبار الفوقاني والحارس من بعد ما هبط تهبط ما حبش جاي مكمل طالع تيرا عليه جاب له ينبال في كرشو لليوم عنده ينبال في كرشو هذا حمداش ويهدر ايه هذوك حلوا لهم البيبان وهذا حمداش كيف دخل للحبس هذا الكشافين دار مام العيادة توصلوا الهضرة ثانية أخي غير هنا في برقي وعلى بالو بلي هذه الحكاية الصحيحة العيادة كي هرب هذاك لو جروب هذاك باسكو في الأول أو ديبار المدية كانت زون دو روبلي ليهم ما يديروش فيها لي زاتونتا باك يديروا في بليدة أرجي يطلعوا من الشريعة ليه راهم في المدية راهم في الأمان باسكو ما كانش لي ديبي 92 وكذا مديا سيتي ريان براتيكمون لي زاتونتا هادو ما بداوش يعني بصفه اللي من بعد ولاو كثر كان لو جروب هذا الاول تيرورست جو دي بيان لو جروب لو برومي جروب تيرورست ان الجي مانيش نهضر على تاع بويا هذه قضيه اخرى هذيك ما كان اللي يستك منهم هذاك الوقت منصوري المدياني بعز الدين شبوطي وكذا وبرك اللي يستلكوا الاخرين الكل راحوا مع 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 ابو يعني كان فيها جعفر باء كان فيها انفا لو برومي جروب هذا اللي كان فيه العياده كان فيه شكندي عبد القادر تاع الشلف كان فيه عمر قسوم اللي كان عيطوا له كوموندو كان فيه زيو بلو هذا البرمي جروب اللي بداو مع مع الليفي تاع الليفي محمد علال محمد محليلي اللي كان طولي هو ثاني كان طولي مسمى محليلي اللي رومبلاصاه الاخر دونك وي كانوا في ليكول كورانيك تاع الشيخ سليماني المدرسه القرانيه تاع الشيخ سليماني في حربيل
حربيل هذه كي تكون خارج من المدينه رايح طريق واد سمار ولا تكون نقولوا احنا طريق جندل ولا تفوت عليها تبقى لك من الفوق اسمه حربيل جماعه تاع المدينه لهنا يعرفوا حربيل ولا والمدرسه القرانيه تاع الشيخ سليماني كانت تم في الليل باراج تاع الكتاب خاطر لا روت ناسيونال نيميرو 1 هكذا وكاينه البروتال باه تدخل للمدينه لا بروتال الاولى تطلع في هادو طروا في راسك دابا تدخل لافيل لافيل دو ميديا مديه ما طرافيرسيهاش نقولوا على الخرجه هكذا باراج مديور في الدخله تاع تاع المديه تما الكتاب بيان ابري لا يعني بعد لا لاستاسيون تاع التمساني وكذا تليك على الانترسيكسيون داير تما اللي حطوا لنا تاع ديتات تاع تاع لي مون تاع تي بحيري حطوا لنا الدار كانت حمراء كانت بنت راه حمراء ثم معلقين في الشباك زوج روس معلقين في الشباك والاخرين في الشكاره نتاع نتاع السميد تاع الخيشه ايه ان بلاطو دو جوت تاع الخيشه وشي وشي سي بون خلينا من هذا كملنا اذا هذا تاع قلت لك خليها ايه ما تخليش هذا انا ما نخليكش هذا من الجماعه اللي يغيظوا الحال على المداني ويغيظوا الحال على يا اخي راعي شو حمزه واش يعني حمزه اذا وين كنا كنا احنا في هضره ويقول لي حمزه يحبني يحبني هي نروح نديروا لامور من هي بعيد عليا خليوني ناظر والله غير وضرت لي وين وين حمزه لا ما وضرتكش وضرتني كنا في عند ذاك العياده اذا كانوا في الدار تاع الشيخ سليماني كان اللي هرب اللي هربهم لنا لو جروب هذاك لو برومي جروب وطرمو ثم كانت تفرع الحكايه في هذاك الوقت قبل ما تتفرع ويولد جروب يولد جروب وجروب يولد دو جروب ولد العياده خبرهم والشيخ سليماني الحصول اليوتنوب اللوريسي هذاك الوقت مبارك ربي يذكره بخير يعني مسلم عليهم ميم طون بيسكي لابيت لهنا كوتي روشلانه وانا في الجزائر يلي على روتريت خرج هذاك لو كراد دو جينيرال قال لي انا كاين واحد يقولوا له تيتي ولد الشيخ سليماني انا نعرفه هو انا يتعامل معانا والدنيا دوك هو وانا جامي نامن ميم واحد يتعامل معايا ما نامنوش خاطر اللي يخونك معاك انت يخون الاخرين كيف كيف باه يجيب لك الاخبار هذيك انت غدو يخونك انت مع اخرين قال يا ودي نو نديرو ان ديسبوزيتيف اون سيركل هذيك الناحيه ويروحوا على روحو بعثوا على روحو يروح يستاذ قال لي لا خلي من الحصول قال لنا ثلاثه نولي تاع العشيه نجيب لكم الخبر الصحيح لو طون نطلع الحربين ونولي وقت كان راح ليهم طار الحمام تكلموا في المروك هذه الحكايه تكلموا في المروك كي دخلنا على ليكوض تاع تاع حربيل تاع الشيخ سليماني تاع حربيل لقينا بلي طار الحمام ثم لقينا لي ميركيرو كروم الدنيا باسكو هذا تحكم في اللي قلت في الكتاب هو وزوج اخرين جايبين سبارادرا لي بونسمون جايبين واحد لي طراك جايبين كذا جايبين انتو لي كراح 12 سنه هذا عبد الفتاح حمداش حمداش اذا راك تسمع فيا انا اللي دخلت لابريغاد وقلت لي يا الشيف ما يضربونيش برك دوك نعطيكم كلش انا هو اللي هضرت معاه كنت هاك رحت بوكو الصغير ها باش كيما ضربتو فيا شايب والدنيا انا هو بالذات وكي قلت لك كيف هذه وما يضربوكش وش عاد تقول دوك نعطيكم كلش انا اللي راني هنا هاك هاني في التصويره كان ديجا لا فوتو نتاعو ديتي افيشي في لابريغاد صويره مخالفه على الوقت هذاك اللي تحكم فيه هاني هاني وراني يعني واحد قرب له ضرب رويشت والو هكا والو والو على الباب سمع صاحبه من هي عيط خذا السقالي من هي في لاصاد دي من هي يا اخي هكذا حماداش قول بلت في سروالك
جيت داخل هنا عند لاجيدون شاف عمري معمره ومازال على قيد حياته ويسكن هنا جيت تيبازا موش بعيد او مازال جيت داخل بان سقسي واش وين عدت واش عطاوكم كيف هو اكتيفي لانسانيومون سينو من بعد طار الحمام وين كانوا رايحين وين مدين الدواء هذا اكسترا اكسترا شافني داخل هذاك الوقت انا كنت كابيتان الشيف قلت له واش كان اما يضربونيش نقول له كلش نقولكم كلش انا هنا هاني انا راني في التصويره هذه هكذا والله لا حمد داش اللي راك تقول دوك واش دوك راك وليت الشيخ عبد الفتاح انت تاع الدعوه او وليت شخصية وطنية وكل وليت شخصيات وطنية واحد قاتل جندي نورمال شخصية وطنية مزرق وانت ثاني شخصية وطنية عفا هذا هو اللي قال له كي غيبو نسور تولي الهام الدور هذا هو اللي عطانا كلش قالك جايب الدول المدرسة القرآنية الحربية الجماعة عندهم واحد بليسي ها والراهم هم والراهم رام كل قالك كل رمثل حاصل عاد تكلموا في المروك هذاك ستنطر شابيتر تاع المروك إذن نوليو الشوشان هذيك ثاني مرة اللي زدت شفته ثاني وآخر مرة كمل لابان تاعو الجماعة يقول لك تيا نجيبو بلاك نخدمو به يخدم معنا وهما هو كوم سيتا سيتا نيكستريميست فاناتي كونفانكو بور سا جو ايتي شابو بور سا كونفيكسيون خدم مع سار إلي كونفانكو فيه حب ولا تكره سي بون سي بون سي ماش كيما الجماعة اللي يتلون يا يشطح معاك اليوم منا ويقرا معاك على الميت من هي قالوا يقتل مع القاتل ويمشي في جلسة الميت اذا من بعد ما حبوا يستغلوا قال تخدم معنا وكبر فيها وخطفوني من الحبس وداوني كي جيت خارج كم السينما برك كم السينما ميم تاع باتريك ريفوار الكاذب هذيك بابي جون بابتيست ريفوار اللي يضرع اللافير نتاع لي موان دو تي بحير هي ويحكي لنا اوتوبسي داد نعرف اي راحت لي موج اولاد اولاد وتحكي لك كل سي دو مونسونج تو نيتي با اون اكتيفيتي اللي يقول راه يشوف الكابيتان كي رفوزي دو تيري سور لا فول القضيه اللي صرات في 91 تاع لا بلاص دو 1 ماي لي ماتيا الكابيتان مغشوش اي دي جندارم اكسيتيرا في لا بلاص دو 1 ماي سيتي لو كوموندون جير نيميرو 1 مغشوش من اطيب الناس يعني من ولاد خنشله تاع الصح واحد الانسان اللي ما يتصورش يعني ربي يدي غير الناس يعني الملاح يديهم بكري الله يرحمه الشهيد يرحم الشهداء اللي قتلوه في لا بلاص دو 1 ماي فوق لا باسرير لا بوليس تي شارجي في ليفاكياسيون تاع بلاص دي مارتير كل واحد في جهه ويقول تي رفيزي دو تيري سور لانو هذاك الوقت انت كنت تدير في الكونستاج ومن بعد لوستاج شدوك في شرشال لاكاديمي دو شرشال خدام داخل شرشال ما كنت في يونيتي برا لا تنترفوني لا والو انت من 18 باب خلينا من قبل كي كنت في تبسه جيت من الريجيمون رحت لل 18 باب 18 باطايون تاع حاسم سعود حاسم سعود نفضك حنبلي او مازال على قيد الحياه اللي جينيرال اجوان شاف شاف دو ريجون في قسنطينه سي با لا خرج ولا مازال شكال لاني باسي كان مازال نفضك بان رابور قال لهم انا جو دي زوفيسي اللي يوفوا على الرجال لا مانيش جايب واحد يظل لي كي شو لك كيما قال هو قال واحد يظل يكتب لي في الحروز ولا مليح يا لطيف نفضك مثلا نفضك شكرون 88
88 لا 89 88 88 نبضك مثلا لا لا 89 شكرا نبضوا البسكرة داو اللي كول تاع البسكرة عطاو له كوميسار بوليتيك يلم العسكر باه يقرا لهم باه يهجي لهم لا فورماسيون مورال هذا هو الكوميسار بوليتيك تاع سوا ديزون التوعيه والدنيا وكذا العسكري تسيس من ثم راح تشرشال يدير لو كور دو بيرفيكسيونمون من ثم حكموه انستركتور هذيك كي تقول انا كنت قسم رئيس قسم تكبر في روح رئيس قسم كانوا دي كولونيل دي ليوتنون كولونيل دي كوموندون على روسهم شرشال انت كنت ليوتنون اسامحني احنا هما احنا قال لك شكون انتوما قبل ما تدخل عندي لازم تعرف بهذاك الوقت تعرف شكون انتوما وهكذا نقول لك بالسلامه الى مزبله التاريخ هذا هكذا تعرف دوك حوس في مزبله التاريخ تلقى شكون بس كاني نحكي على التاريخ في مزبله التاريخ تلقاني ثم معليش اذا كمل لا فورماسيون تاع البيرفيكسيونمون شدوه في شرشال كانوا حلوا فرع اون سيكسيون يسميوها ماهوش اون ديفيزيون سيكسيون ديفيزيون سي دو شوز فرق انا في وقت ما ليكول ديزيسار شديت لا ديفيزيون دو لونسينيومون سوبيريور اون ديفيزيون دو لونسينيومون سوبيريور تاع بيرفيكسيونمون ايتا ماجور اكسيتيرا كو جو شابوتي وي مي وقتاش هذاك الوقت كنت ليوتنون كولونيل هذاك الوقت كنت ليوتنون كولونيل انت في هذاك الوقت دي كوموندو على روسهم راه تبان انت قدام قوليب اونسيان مجاهد ومن لي زونسيان راه تفوت انت قدام كمال عبد الرحمن راه تفوت انت قدام شبلي كي سون بلي زونسيان كو موا قدام هذي تفوت انت محكم شاب دو ديفيزيون في شرشال تحكم انت شاب دو ديفيزيون كنت حاكم لا سيكسيون تروب سبيسيو بليطو تروب سبيسيال طونكيوز طنون ها طونكيوز ان طونك ليوتنون سيكسيون واش يعلمهم واش هو التعلم حلو زادوها في لونسينيومون تما باه الناس كي تروح لو طاب اللي يروحوا فولونتير ولا كي شوازيس باه يروحوا يديروا لي تروب سبيسيال لو باراشوتيزم يكون ديجا عندهم تحضير شويه يكونوا ديجا يعرفوا الابداجيه نتاع نتاع الخدمه في لي تروب سبيسيال واش هي كي تكون في الطائره هاو كيف تنقز لا سينو يضربك الجناح تاع الطياره الريح قرا الريح هاو كيف هكذا هاو العلو اللي تطلق منه تفتح منه الباراشوت نتاعك هاو الباراشوت كيف يطبق لو كان طبقوا بطريقه شويه هذه ممكن ما يتفتح لكش وتجي هابط شيت اللي يبر تموت هذه هي هذه هي ولا ديفيزيون تمسخر بينا ولا والله العظيم غير الواحد غير يدوخ واحدكم برك انتم يا اخي كون درتو سيرفيس ناسيونال Alors imaginez un lieutenant في l'académie de Cherchel. Ce n'est pas une école supérieure ولا أكاديمي. اللي لما كامل الفروع كامل القوات نتاع الجيش الوطني الشعبي اللي يبداو التدريب والتكوين تاعهم فيها تلقى اليوتنون شاب دو ديفيزيون والكمندارات هذو واش كانوا يديروا ثم كانوا مطيشينو في لابوبال حنا كنا الى بوفيسي كنا كيروحوا لشرشان نلقاهم دي ليوتنون دي كابيتان هذو اللي كانوا ثم دي شاب دو كومباني دانستركسيون الور ايماجيني فو ان تي بو ان 92 ما كلوش بغال تما بلش عليا سي تشوتشن سي شوشة راك تشوتشن وحدك تشوتشن وحدك
هذا اللي يكتب عليه جون بابتيست ريفوار وقال لي لا ريفوزي وانت تقول له ما وقال جا كمال عبد الرحمن كي جو رونكونتر سوفون نتلاقى وهذا في كنت معايا كي رحنا للسيرك الميليتار نتلاقى لو بلو نورمال دو موند اون بروبي كافي هو قرطاج قرطاج هذاك الوقت سي تو طافي نورمال كان حاكم في عنتر حاكم يونيتي رجعوها باللي ثم اللي يدخل ما يخرجش تقول تا فيلا جولي تاع تقول فيلا جولي فيلا جولي قالك باه تخدم معنا وهنا كيف رايحين به نقضيو على هذه الجماعات الارهابيه وكذا وكذا انت قلت لهم لكم نبداو بزيتوني زعما باسكو زيتوني هو اللي كان باين في 94 هو اللي كان معنا هو اللي رمبلاصا قوسمي الشريف قلت لهم هذا قال لك سي نوتروم جوستومون راح تخدم معاه انت معرب ما تفهمش فرنساوية انت حابس يعني انا مزدوج اللغات انا الحمد لله اليوم اتقن اللغة العربية كتابيا وشفاهيا ونكتب نكتب اللغة الفرنسية زوزي قال لك سي نوتروم يعني راح تخدم مع ذاك الرجل مش تاعنا صبا دير تاعنا انت جيت قلت وقال هذا هو رجلنا يعني كانه لي سيرفيس تاعنا باسكو انت خدموك لي زوتر سيرفيس لي سيرفيس فرونسي سي بور سا كو جون بابتيست ريفوار كي راطاشي او سيرفيس فرونسي وما يديرش هذوك هكذاك من راسو لي دوكيمونتير تاعو وكل ديريجي وي ديريجي بيان بلانيفي قالها واش تقول وهذاك واش اللي قلتو alors que Zitouni c'est une recrue de la DGSE recruté au service français par le biais du lieutenant-colonel Le Drouet اللي كان لنا حكم لونتان نتاع لا دي جي اس او لنا الجي او نيفو دو لامباساد هذه اللي جاي ليها نهار اخر نحكيو على الشابيتر وسي تاع لي موان دو تيب حيرين ونهضروا مليح نهضروا مليح على واش صرا بالديطاي بالديطاي لو ديطاي دو ديطاي نجبدوا هذاك الوقت كيفاه لو دروي ان طوك كولونيل سيرتان فونكسيونير دو لامباساد نساو رجال مسكحين عرايا يروحوا حتى لشاطو روج يحضروا للعرس نتاع يحيى خو يحيى قلت انا مصطفى اللي جاب البريه اللي جاب البريه اللي كان شوفور تجمع في الكونسولا هو اللي يوصلهم هو اللي يدي يوصلهم لدلي ابراهيم دلي ابراهيم راكم معايا بالكم لاطونطا في وقت قوسمي الشريف شكون داروا داروا النايب تاع قوسمي الشريف باه يحكم بلاصتو مليح هو اللي دار ولي سوق الجدرميه تاع ماتوا فيها 3 جندرمي 2 فونكسيونير 5 93 شكون اللي فتا باسكو كي يشوفوا مصطفى هو اللي جاي داخل يسوق ما يشوفوش شكون راكب معاه دخلوا لداخل بقاو يقتلوا لي دو بوليسي داروا هذه كيفاه صرات وهما اللي داروها احنا باه يخلطوا الامور وهكذا يبوف ريكروتي باللي سي ريكروسور هذا زيتوني وما حاكمين عليه ثاني في هذه الى ايتي ريكروتي كوم سا وشكون اللي بريزونتاه بابات مصطفى ويحيى اللي دي تورنا الطيارة نتاع الاربيس يقولوا له الحسن كان جارديني في لومباساد مدة 17 سنة وكان ثاني من جماعة عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت أعطيوني فيلا وسمح في الحانوت اللي كي دخل ابنه كوم شوفور دوك باه يدخلوك لازم تدفع المقابل بدون المقابل ما تخرج لازم نحتاجوك باه نخدموك وتخدم معنا دونك لهنا سي بور باه تغطي وعلى بالك بلي زيتوني سي ريكري دو لا فرونس زيتوني نهار عولو باه يقضيو عليه من بعد ما بينا حنا بالباوتا قضية لي موان دو تيب حيرين بلي سي اون افير فرونكو فرونسيز
وهذه عشتها شخصيا وما كانش واحد كان يعرف لي موان دو تيبحيرين احسن مني يعني نقولها علانية ونتحدى اي واحد يقول لي نعرفهم خير منك. انا اللي كنت سوفون في التيبحيرين عندهم في المونستير وانا اللي كنت نظل نقصر مع الطبيب ليك داير مام هو عنده لوسانس دو ليمور ضحايتي شويه اللي على بالي بالقضيه هذه نتاعهم من بدايتها لاخرتها نرى عاولوا يقضيوا عليك ابريل لما قلت انا المواد مي لو 21 لوسكو لي تيت اون تيتي ديكوفيرت في الدخله نتاع المديه وعاد يقولوا في الطريق من عرف واش ويضلوا يدار مام هذا جون باتيست ريفوار سور اون اون فوا ديزار دو كونتي من عرف دو ميدياج في لا روت ناسيونال مع الطريق مع الطريق محطوطين في لو ساك دو جيت شكاره تاع الخيشه تاع السمين. اذا وين حبسنا في قبل ما نهضر على الخيشه والله العظيم غير التلفزيون تشوشان لا لا كنا على تاع لا 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 اذا لا لو كي هضرنا على المواد دو مي المواد مي لوسكو لي تيت اون تيتي ديكوفيرت مي لو مواد جوان زيتوني طيح شحال هو يمشي هو اللي طول في لي تيروريست كان لي شات تيروريست هو اللي طول هو اللي طول فيهم كي كنا نبداوها من عند الليفي ونبداو الجماعه ما كانش واحد اللي عقب 6 شهور 7 شهور السل اللي طول كي عاودوا يقضيوا عليها بعثوه بين ايدي علي بالحجر اللي هو ثاني سيتي ركري داكور سي علي بالحجر انت راك حي اليوم راك تبيع في الحشاوش في المديه ونظر راك تعرفني انا اللي جو فوزي فونكسيون دا جوان مع لو كوموندون دو جروبمون جبايلي ربي يذكره بخير على كل حال اللي ليها لا روتريت او نيفو دو لا ولاية دو ميديا وعلى بالك علاه وزاريتي وعلى بالك علاه بعثناك لي سونتر دانترنومون وفي الرجوع نتاعك على بالك بتحركاتك كامل والجماعة اللي جاو خطفوا لي موان دو تي بحيرين منهم بغداد منهم كذا تعرفهم مليح منهم البوسني ومنهم تكساس ومنهم بغداد ان جروب كي سيرفي لا روت ان جروب داير اون امبيسكاد اون كاد انترفونسيون اي لو جروب اللي جاهز لي موان وجا خارج والقضيه شخصيه بينك وبين زيتوني انت قعدت مع الجماعه نتاع لي جز اريست وما حبيتش با تمشي تحت الطاعه نتاع زيتوني بور بروف انه الجماعه كيفاتوا عندك كي كانوا راجعين من الغرب محمد السعيد ورجام فاتوا عندك وانت نبهتهم قالوا عقاب لي جز اريست يقطع عندكم او يقتلكم وراحوا وماتوا وانت ما حبيتش تطيح في الاخر وزاد بعث لك اخر انذار قال لك بعثت لي لي موان دو تي بحيرين تي لي زارت تبعثهم بيوري لك باللي هو الشاف انت ما خبرتش مام با باللي زيتوني او هدد باش يجي يخطفهم هذا الشيء اكثر من شهرين قبل لو كان خبرت لو كان ديجا راهم قال يتنقلوا بالذراع حنا خليناهم باسكو سيتي لو شوا ما حبيناش نفورسيهم سيتي دي فيو وقال لك حنا كان لي نوطاريزون ديكزيستي سي اون بار دو موناستير هكذا اكسبيسينو ديفينيتيفمون دو نوتر بيي هكذا قالوا لنا خاطر اللي هضر معاهم هو انا قبل اني ما كنتش نهضر على هاد الامور وما نحبش نهضر عليها مادام كاين الحركه والمفرخ اللي يجي كل واحد يقول لك فودي طيب حنا درنا والمعركه الفلانيه وطيحنا فيها ليه ودرنا فيها ساعات نبقاو نضحكوا والناس اللي كانت في السطر تاع الصا ما عندهاش حتى الوقت باه تهضر الور شوشان اللي فتح لك لابريش باه رحت على الصحراء وخرجت من الجزائر واللي سهل لك المهمه
هما بعد اللي كانوا طلبوا منك بات بات تخدم معاهم انت صرا انفلتري داخل لي جروب هذا داخل لي جروب ارمي بات تروح تخدم مع الزيتوني قال لك وعندنا عندنا الانسان وش هي قال لك عيب عليك واش راك تقول اي ما لا وش هي عيب عليا واش راني نقول سامحني يا اخواني ما قلتش خرجت مع اختك والله سامحني اللي كان عاد هذا عيب انا ما هضرتش على هذا الشيء ما قلتلكش اني خرجت مع الاخت تاعك والله سامحني خويا يعني ما انا من بكري يعني موال في انسان كتوم الحوايج ما نهضرش عليهم هذه تاع عيب عليك واش راك تهضر بالك راني كشفت مش عارف انا بالك وقيلا تخرج نضر انا نتحداكم وراني نهضر بالعلاني ونتحداكم اكل اللي راكم تشاركوا في فمكم هنايا باه نواجه هذا الناس في وقت اللي حبيته والله يجاوبوني اي قالت لك موش علي يا سيدي تا وش بك قاعد غرق قبل غاشي زهره قالت لك ماشي على لا قال لك عيب عليك واش راك تقول دوك ما نش عارف لي وباك شو بالك شو عاد اخر سكريم تا وقال لك اش حاجه لا ما نعرف انا على رقبتك على رقبتك الذنب دي تا انا اذا ناس تبدا تبان ولي تيليفزيون هادو طبل انا لا مش مره ولا زوج اللي كانوا طلبوا لي على جلب ان نسرد القصه هذه وقال لهم يلا عفى الله وعما سلف ما دام الناس قال راي في وئام والناس انتخبت الوئام هذا وداروا عليه فوت وراحوا للصندوق ما يضلش الواحد يحرك في الجوارح للجروح لكن اليوم لما الناس هذو تبقى تهضر وقال نورمالمون يحاسبونا ونتلاقاو قدام محاكم انا والله ساعات مستعجل فيك يا الشيخ علي بالحاج يا اخي شفناك شفتك مره واثنين في اثنين مرتين في البليده في البليده نهار كان نهار كنت نضحك فيك تنقول لك الناس هي عايشه برا وراي الشيخه وانت راك هكذا تمرمد في روحك والله راك كنت تقول انا ديجا كنت في الجاهليه قلت والله راك غبر روحك غبن روحك حصل كي يقول لهم نوقفوا قدام تال كي نبداو لك على الدوسي تاعك الاول نجبدوا لك غير تاع روجي ديدي ديدي روجي ديدي روجي دي عبد الكريم اللي جاي من فرنسا على اسبانيا داخل للجزائر وبطونوبيل وهز فيها كارابين وهز فيها لا ماش لاند وهز فيها الاخر تاع جاي قال لهم انا قالوا لي راه دير الجهاد وراحين ننظموا الجهاد في الجزائر في الجزائر وراي الدنيا انا رايحين نديروا اضراب كبير وخلطوا ورايح تنوض وتكبر روح بها الجهد عمك ديدي قال لك شكون اللي قال لك هذه الهضره قال لك قالها لي علي بالحاج كي تلاقاو في المحكمه تاع تيرت سي لا لي في المحكمه تاع تيرت واش يقول لهم علي بالحاج ما نعرفوش ما قلتلوش ابدا انت الشيخ الالباني هو يقول لك يا رجل اتقي مولاك نعل الشيطان وانت تقول له يا شيخ رانا جيناك وقلنا لك وطا طا 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 احشم شويه خلاص يا بركه حط الصليه تاعك دور ربي وشوف روحك شما درت اثم من قبل وماكش غير وحدك مام في الدوله تاعنا داروا هذا الشيء ثاني معاك لانكم انتم السبب واش صارت هنا في الجزائر والناس اللي تقتلت والشيء اللي راح اللي تحرق واللي كذا هذو ديزيكول هذه وزنه هذه الدنيا هذه بسببكم انتم الناس اللي ماتت انت مدني وجماعتكم والفوق بن قايد هارون ونزار اكسترا مجموعه بيناتكم يا ربي 10 من الناس انتبهتوا للجزائر كامل حرقتوها هاي الحقيقه المره اللي ما توجعكم هاي الحقيقه سي تو دونك نكملوا نرجعوا تاع نجمع لك هشوشه خاطر قلت لك كاين حوايج اللي ما نجحش نذكرهم اللي مخبيهم ما
كذا توصلني بقى تخليني ننزل على الزبل الكل. قالوا لك سينو طروم جيستو مورك يعني تحت في الصواب هذاك راح تخدم معاه باه يطيحوا لي جروب. انت ما فهمتاش باللغه الفرنسيه باسكو ماكش من فرنسا تسمع سينو طروم فهمتوا باللي نتاعهم. ومن اللي الناس بروفيتاو دو سيت بالهضره هذه وقالوا ها واش راه يقول ضابط في الجيش تونتو لي كاتوني بلي كابيتان جندي باسكو تو ايتي كاسي في الكراد تاعك. سي بون تتلاقى مع لو كونتاكت تاعنا في الجزائر في لوتيل الفلاني يجي يديك باهي يفتح لك الطريق باه تلحق عند زيتوني ومن ثم تبدا تطرطك خاطر لو كان عينهم يديروا ان شيف يديروا ان شيف انت بعثوك باه تكون سوز اوردر مع زيتوني باه يكون عندك يعني كيف تتحرك الامير او معسوس ما هجمعته تمشي معاه ما انت تقدر هكذا تاع بيرميسيون دابا قالها واش راح يديروها واش راح يديروها واش كذا كيف تخدم هكذا ما تسماش قواده كيما يسميوها اخرين يسمى راك تخدم لصالح الوطن تبيسك راك تخدم تتناهم الجراثيم هذو بات تعدل الامور في الجزائر. خلينا دوكا امي بروفيتيو فيها من هبه ودب مش كيما يقول لباز الثوره يخطط لها الاذكياء. انا جامي سمعتها هذه جامي خملها الاذكياء الثورات كامل خطوا لهم المجانين لماذا نقول المجانين كيما احنا بكري يقول له وهذا انا كان يعاود لي الشيخ ربي يرحمه يعاود لي هكذا يقول لك الثوره كانوا جماعه كي تجي هذه قال فرنسا خرجوها وكذا يدي تيمبول ثم كم هب فرنسا طياراتها ولي شار تاعها والعسكر نتاعها كيف مقردف ومعدول ومراصف تغلبوها انتم يا المقملين تيمقمل انت تحوس تخرج فرنسا اللي عندها طياره صفراء تيمبول تك مطقطق هاو كيف الناس كانت تقول على يقول لك الثوره يخطط لها المجانين يقوم بها الشجعان سي لي براف كي مان لو كومبا سو تيرا الحمد لله ربي ان شاء الله يجعلنا من منهم ويستغلها الجبناء سو كي بروفيت دو توت سيتوياسيون سي لي لاش ومنهم لي تراتر اكتويلمون الشيء اللي درناه كامل باه ترجع الجزائر على السكه نتاعها وقال الحمد لله يجيو جماعه اخرين يبداو قبلها يندبوا لانهم ما حسوش الاحساس اللي حس به الشعبي. احنا لما كنا ساعات نحوسوا على الطرف والله ساعات في بلايص ما عندكش كيف تلحق لك المؤونه على بالك الطرف كسره هكذا كسره هكذا من فيرما من عند الزواوله هذو مساكن الطرف كسره كيما هذا كيف يبان لك والله راه يبان لك حاجه كبيره المال ما من البير ما على بالكش واش فيه البير هذا لا فيه العلق ولا فيه نابورت كوا وتشربوا هذاك شويه برد بالله الحاكم خرم الفيتال باسكو الناس ما حستش تحت السخانه نتاع المودود والغيبه المحروقه وتدير في الامور هذه الغدوه تولي تشوف يعني دوك لو كان نرجع ندور ونقول اسكو جو بوري ريفير سو كو جافي في بيرسونيلمون او نقول مستحيل لا نعاود هذيك الشيء اللي فات مية 16 ربي يرحم اللي ماتوا على كل حال. اذا شوشان الجماعه اللي فتحوا له الطريق كيف انت خارج من حبس راك في القرارة يعني سهاري الدنيا ما مهرود يعني وش يعسوا ثم قدها كاين غاشي اللي يعسوه زوج من الناس يبقاو يداولوا عليك برك وما عندك وين تتحرك كل تحريكة تاعك باينة يطلبوا لك زوج ولا ثلاثة برك دي زانديكاتور ولا دي رابورتور يتبعوك برك وهم يجيبين لك وكونترير هما اللي خلوك باه تفوت باه تخرج من الحدود
باه تروح لي تروح برا خير من اللي غدوه تلتحق انت مع الجماعات هذه الارهابيه ولي ان بلوس عندهم. وعلى بالك شكون اللي يفتح لك الطريق وخلاك رعد ومن بعد هزيت الحصون من بلاد لبلاد لاكوت ديفوار لندب كذا حتى هزيت الطياره ورحت من ثم ومن بعد تكلمت في الانجليز ولقاوك الجماعه اللي قاموا بك ولقاو لك خدمه في بيبليوتيك جو كروا لندر مكتبه اسلاميه اكسترا اكسترا. الور نحبسوا هنا ما تخلينيش نروح نذكر حوايج اخرين ونسى هذه حكايه اجتماع لجنة. درنا اجتماع لجنة 22 أنا نعرف لجنة 22 اللي ندرت في جوان 54 اللي كانت حضرت للثورة باه تنطلق الثورة اللي هنا في الجزائر. دونك لي 22 سيتي ايسي انت اخلق حاجة جديدة دير لجنة 15 لجنة 40 المئة وسنين لا لا الربعين كلمة ربعين عندها معاني كبيرة وتضل على واحد الاتجاه دونك ما كان له يعني لجنة كذا وينها الوصاية وش من الوصاية وش من الوصاية فهمت شنو هذه الوصاية في فرنسا والله غير عيت نفهمها إنهاء الوصاية الفرنسية على الجزائر ليه الجزائر عندها فرنسا موصية عليها أنا نعرف المغرب وتونس اللي كانوا سو بروتكتورا بعطوهم لانديبوندونس افيك لي كونديسيون اللي اليوم قاعدين انكسي عندها مش كروا الجزائر دخلت فرنسا بالقوة خرجت بالقوة لأنه الخسائر بدأت تكون أكثر وتولي تتخاطب الند للند مع العدو نتاعك بالأمس واليوم نتعاملوا مع فرنسا نورمال وراه المشكل فرنسا اليوم يتعامل مع الالمان بورتو لي نازي كانوا كانوا يديفيليو في الشانزيليزي 24 كونتر الرسول صلى الله عليه وسلم حارب مع اليهود وكذا وبقى في التجاره وفي الامور يتعامل مع اليهود والبروبلام والبروبلام لا تهضرش مع فرنسا لازم يديونا نهضروا مع الانجليز الام 6 الام 6 سمعتني الام 6 يديونا الام 6 عليتي فوتر شهر عليت طون شهر عليت شويه اقعد اقعد في المكتبه تاعك تسربي تسربي الكتب وكش ما تطالع احسن ما كان توصلني نقول حوايج اكثر ريح بس وهاني نزيد نقدم لك مليح بالك تشفع الملامح نتاع الشخص اللي كان في حسين مسعود لما كنت انت تنشط وتخدم في حسين مسعود وباه تشفع الملامح نتاع السيد اللي سلكك من الضرب تاع العساسين تاع الحبس تاع البرواقيه. انا درتها بصفتك كنت ضابط اوفيسي دو لارمي الجزائري برك ني بلو ني موان حاجه اخرى نو وتم من هي من التوشيبا هذاك جبدوك جبدوك على جهه من هي وخرجوك من هي وكاين حتى اللي فهموا حاجه اخرى قال لك ام حبوبه سوا دي زوي ورطوه واخرين قالوا بلي انا او يخدم عام على هذه اللي عبد الفتاح لليوم مازال يقول شو كان الخايب في العمليه هذيك على هذه خلي البيربورطه من الأحسن ما تخلينيش ندقر على حوايج اللي مانيش حاب نقولهم. جماعة الخير سمحوا لي شكروا أني هضرت بزاف نمدوا الكلمة لمن إيه إيه عندي هذا الجلال يريف أني يعني نستناو الجماعة اللي تطلع مرحبا بها وانتو ليك نمدوا لهم الكلمة تسعاني نشوف في جلال يريف والأخوة يواجهوني ويقبلوني على اي نقطه نهضروا عليها الزوج انا قلتها ونعاودها ونكررها ويسمعوها مليح وقلتها ما مش غير انا قلتها حتى فرنسا بك دي فرنسي قلت لهم لافير دي موان دو تيب هيرين سي اون افير رونكو فرونسيز
L'affaire du métro d'Alger, c'est une affaire franco-française. L'affaire de l'Airbus, c'est à l'Air France, c'est une affaire franco-française. Donc, il va vous dire, il y a une histoire à Algérie. خاطر هما حبوا يشعلوا هنا لهنايا خاطر لو كان جاو الجزائر تابعه لفرنسا ولا ان ديبارتمون فرونسي ولا فرنسا موصيه علينا كيما راك تحل في فمك كون ما يديرولناش هذا الخبز هذا كامل ما يديرولناش الخبز هذا كامل ما يجيوش يخلطوا لنا لهنا وكونتراه يحميونا مي مادام على بالهم باللي فرنسا ما عندها حتى سطوة عن الجزائر اللي يبقوا يخلطوا لنا اليوم وغدوة والبارح ويبقوا ديما إلى الأبد حتى النهار تعود لهم الطهارك النهار تعود لهم الختانة سجوا الله بلك يبركعوا من العرض ما فتش يا أخي ما عندي ما ندير أمين طه غربي طلع طارة غربي لا وحدك تخمم نقلك سلم عليا سمعت وحدك تخمم تقول مادام فرنسا دارت معنا هذه الامور وكل بات خلطنا في الجزائر كيف تكون عندها وصايه على الجزائر وهي تحوس تخلط انا كاش واحد يوصي عليك واحد يقول لك تهلا لي في الدار اللي غايب تاع السلطان هذا هذه الوصايه بعد كان عدت انت عقاب دارك يفلك معناتها انك ضده وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بكم مبروك السلام عليكم عمي كريم ربي يخليكم حبيت نقول انا برك تسمع الموت تيرور تيروريزم هذا تسمى تاع ناس يفراب ليكونوميست هذا هادو سي ديكري لو تيروريزم اون جينيرال هو الناس اللي يضربوا ليكونومي تاع بلاد هادو سي ديكريمينال سي با دي تيروريست يا ديفيرونس انتر تيروريست اي كريمينال هادو سي دي كريمينال تما المجرمين المذكور عليهم ربي الان تما من جهنم ما في اي ساكو ديروا القلوب يا جماعه طيشوا القلوب بزاف ديروا له القلوب ديروا القلوب لمصطفى ديروا ها وراح ها شفتوا ما كثرتولوش القلوب والدنيا ها وراح كثروا له القلوب يا ناس باش ما تحبس الناس الحياه هذه السينيال اللي هو الاخرين عدوه ما يعرفوا السينيال خير من تانو نتاع ديروا السينيال ما ديروا السينيال ديروا السينيال ها ما تسلمش عليا قلتني وجهك الكاميرا شكون انا قدم من بوسك قدم قال لك ما تسلمش عليا قدم دوك بوسك ديرك هكذا اون لاين هكذا فيصل ورا مصطفى مش على دار لي هذا الطاره ما نعرفوش على تدها ها هو راح كامل ها كان شكرا بالك هو دي كونكت محمد فرحتي وينك ما ترك تقرا ولا انا من تقرا ولا انا من يتبع لكم كومونتير لزوج شاف لي واحد ما حب يعرف حشم ما حشموش علاه خافوا من الزيد من شوشان ايوا الخوف من الله شوشان واعر خافوا يعظم واعر في البارك انا عندي واحد مربوط هنا لتحت هذاك واعر بصح هو ناي واعر ولا موش واعر والله والو والله قبل ما نهبط ديجا ضحكت على الباب باه ينبح السلام عليكم السلام عليكم شكون؟ انا شنو نشوف فيه؟ عليكم السلام مبروك اهلا فرحتي احترمتي هضرات واش راكم شويه يا ديروا القلوب اي تتكوبا جماعه كثروا القلوب بزاف يا اخي القلوب اي ماشي مش غادي وما تكتبوش ساكوبا مانيش سمع مبروك يسمعوا فينا الخير اكو تسمعوا فينا لا لا هو هو يسمعوا فيه باسكو ساكوب عنده نو هو اسمع فيك اسمع فيك طرب يا مبروك يا جماعه مبروك أصلاً أشعل ليك نشعل الضوء الساعة إيه بس أنت عندك عندك ساكو لنا نسمعوا كلمة و... عندك موبايل كونيكسيون عندك واقع
كل قلوب بيوضاك. ها وراح ها وراح هو ثاني ها صوته يا اخي مصيبه يا اخي. ها هو هذا الكونيكسيون هذه اليوم القروطه هاك وتسمع هنا حبس بيلد كاين جيلالي ريف نعاودوا لك لما كان جابط جيلالي ريف الله غالب ما تكملش البلاصه لفت سي بون ان شاء الله تفوت ديروا سير باليوم زيرو زيرو ها قال لك دو سير ساك زهر منصوري قالت كان تسمعوا 5 5 هلا نسمعوه مقطع الحالة من الله ما فهمت ها بابا 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 سدري راه فريمون بصح بدا يسرع لا لا مليح بدا يسرع سدري نحي اللحية نحيش اللحية راه نولي كيما الاخرين ربي اللحية محمدير راح نقصر الشارب ونكبر اللحية طارق خمسة على خمسة هما ينيت كان هما نهضر مع خويا طارق بالقسط قبيلي خاصو ديروا دولة وحدكم دولة تانا نديرو ماشي الماك بصح انا نكره الماك انت ديت هاد الايامات الدورة وتقول لي راح نديرو دولة وروح معانا انا طارق برك الله انا طارق طارق تنخدم انا نخدم الاعلام من الجزائر وانا واش ندير معاكم؟ انت وزير الدفاع وزير الدفاع؟ اه وي عيبك ناخذها ندبلها قال لك شو واش هو ولا وهراني عداه مراد ولا اي مراد يا سمينا اي واحد يقول واه ما كانش الله غالب حبيبي يعني قلت لك جيلالي ريف بيل دو لا دو لا فيغا هاي بيل دو لا فيغا اسم انجلي لو نوم تاعو دو لا فيغا كان يفكرني بواحد دو لا فيغا زورو زورو دو لا ايه هو دو لا فيغا هو دو لا فيغا اني نشوف دو لا فيغا فيليسيتاسيون ان جو مايور فيليسيتاسيون تاعاش غارسيان قال لك حبس دخان واش هادي فيليسيتاسيون والله ما على بالي بالك فيليسيتاسيون كاش ما كاين ولا اه قلنا برك والله ما على بالي كي قلت راح نديرو دولا ايه هذا الثاني يبدا ما تدخلش معنا تفاصون انا مينيس دي في راه يولي تاع لا ريشير سونتيفيك لا لا كاس لا قال لك لا كاس ويحب الدراهم الصور على بالك كنت تعطيو له لا ريشير سونتيفيك راه يفلق لكم الحاله يخدم لكم بومبا تطرطق من داخل والله نعطيها له بصح يدي لكم بومبا من داخل تطرطق من داخل ما تطرطقناش وطني نقول لك هاني نقول لك يديرها ويروح يقلع ويقلع روسي مركز خويا ولو ما حبش تفوت بيل دو لا فيغا الله غالب شوفوا سيرطا سيرطا ها سيرطا خاوتنا قولوا لنا برك ولا كنتوا لونسيان رويوم دي نيميت سيرطا مي سمعوا فينا بيان يجيني انا هو ريبو العيون يقول لي التاريخ بتاع عندنا احنا التاريخ التاريخ بدا التاريخ بدا عندنا في المغرب مش المغرب عند مراركا امبوسيبل شو جايك اول من ديجا ني موجد تاع الصحراء بها نقبلوا بها ما قعدت كنت مريض شويه ما درتهاش عليه لا دوزيام بارتي الاولى هضرت على باللي لي زالجيريان سي ديكيري دونك هذيك لا بارتي 1 ومزات لا بارتي 2 هي جايه على الصحراء الغربيه تاريخيا وكذا ودي ريزوليسيون يدير كذا ديروك مدير مستشار راسي والله صح مستشار رئاسي رئاسي شكون اللي غيكون رئيس عليا هو ها المشكله والله شكون يكون رئيس عليا شكون رئيس طارق جني جامي تي كومون ابولي جامي ايمي اتر كوموندي على بالك ستن كاركتير كان واحد الشاب دار لي في لي زانوتاسيون واحد كتب ديفيسي ترافايور كذا الدنيا دي وعلى خروش يزيد لك مي ديفيسيل ا كوموندي قلت له انا كون انا في بلاصتك نروح نفصيها توت سويت قال لي علاه قلت له استطيع ان يقول لك انت ماكش راجع كيف ما قدرتش تقود كي تقول الي ديفيسيل ا كوموندي وطام يقولوا باللي استطعت مع انت انت ماكش قادر تقودني لا لا وكونترير هذا شرف لي انا
مش ليك انت، انت راح تبان ضعيف قدام، راح فزار. عاود لي زالوطاسيون من جديد تاعي. انا حديك ديفيسي لا كوموندي، خاطر خطاك كانوا يديروا لنا واحد الوقت من الكوموند يقول لهم كديروا لي زالوطاسيون لواحد تقولوا لي نوتيفي باه يقرا يقرا يعرف روحه. مجهورين. قاعد نقرا في مقدار لقيت مي ديفيسي لا كوموندي. جيت ليه للبيرو، قلت له والله تاخذ رايي نحيها. قال لي كذا؟ قال لي جيت شوف هي قلت له قلت لك برك يعني هذه نورمالمون تنحيها. فخاطر يضحكوا عليك الفوق. قلت له كنت على القياده الفوق يضحكوا يقولوا هذا اللي قال. ما تنجمش تقود. اللي قال ديفيسي لا كوموندي دونك انت توني با شيف ماكش قادر تقود الرجال تاعك اللي تحت الاماره نتاعك. نحاها. نحاها. وانا غربان وانا غربان وانا غربان لا بان من رقبيه باين حير دونك باين حير لازم ندير له ندير له عفسيس منو محرق درت له محرقه كيما هكذاك وخليته زيد طلع على حالك ما كانش الله غالب سيرطا سيرطا وما كانش يا سيدي شكون اللي رايحين نزيدو نشوفو دوكا طلعت هو ميت بالهم استنى نولي هذا ميت بالهم هذا من الهم مالت مالت ملت مليت من الهم ملت هي ملت هي من الهم من خطر هو الهم شو هبط شو هبطت هبطت على وليت هربت ماكش قادر تواجهها واجه واجه قول فاي